ألذ ستريبس بالبيت. السلام عليكم، اليوم بسوي لكم وصفة محبينها من الكبار والصغار، ستريبس، ويمدينا نفرزنها. بعطيكم وصفة سهلة ولذيذة عشان تسوونها بالبيت ولا تشترونها من برا. هذه صدرين دجاج قطعتها بهالشكل شرايح، صدرين دجاج مقطعة عريضة شوي، رشة زنجبيل، بهارات مشكلة، ورشة ملح، بابريكا، ونكثر بابريكا، كمون، فلفل أسود، ونص كوب طحين، نص كوب زيت زيتون، نص كوب حليب، حبة بيض، ونقلب المكونات مع بعض، ونحطها بالثلاجة تتبل، والأفضل نحطها من ساعة إلى ساعتين. بعد ما طلعنا الدجاج من الثلاجة، الحين نسوي مرحلة الكراست أو الطبقة الخارجية اللي بالستريبس. كاس بقسماط وكاس كورنفليكس مجروش، ونجيب شرايح الدجاج ونقلبها بالكورنفليكس والبقسماط. هذه شكلها بعد ما غطيتها بالبقسماط. الحين أنا نصها بحطها بالزيت ونصها بالاير فراير، ومديكم تفرزنونها. عبال ما يزين الستريبس، الحين بزين الصوص. ملعقتين كبيرة مايونيز، وملعقتين كبيرة كاتشب، وملعقة صغيرة شطة، رشة بابريكا، رشة ملح، رشة فلفل أبيض، رشة فلفل أسود، رشة أوريجانو، وشوي عصير ليمون. هذا شكل الستريبس بعد ما خلص. هذا مقلي وهذا بالإير فراير، بجرب وأعطيكم رأيي. صراحة كل الطريقتين لذيذات، المقلي كريسبي أكثر، واللي بالإير فراير صحي أكثر. فالخيار يرجع لكم، جربوها وتعجبكم إن شاء الله. وبكذا نكون سوينا